صاحب ذقار هادئة لمن يراها للمرة الأولى، لكن الوضع الحقيقي غير ذلك، والسبب هو هذه الأدخنة المنبعثة من معامل الطابوق القريبة من الناحية. بالليل والله ينقطع نفسي، ما اتنفس من الكبنة، الدخان دخان علينا يركب الهواء. تمرضني بلاعيمنا طبقت، حالنا انتهى، الماء لا نقدر نشربه. توجد لدينا الآن في الإصلاح أكثر من 100 حالة تدرن وأكثر من 25 حالة سرطان ثدي وبحدود 3-4 حالات سرطان رئة، وإضافة إلى أمراض الربو وأمراض أخرى. حديث الأهالي في ناحية الإصلاح لم يعني شيئا لأصحاب المعامل الذين حملوا وزارة البيئة مسؤولية التلوث. قلنا لدارة البيئة وقلنا للبيئة كلهم، عندكم فكرة أنه تعالجونا كهذه المشكلة؟ إحنا جاهزين، يومية تجونا باقتراح جاي النفذة ويطلع فاشل وغير غير مطابق للمواصفات الفنية. أما مديرية بيئة ذيقار المتهمة بالتباطؤ في معالجة التلوث بناحية الإصلاح، فتؤكد اتخاذ إجراءات عدة لحل المشكلة، آخرها إمهال أصحاب المعامل 6 أشهر للقضاء على الأدخنة. حددت من قبل وزارة البيئة بتأخذ تعهدات لمدة 6 أشهر لغرض تغيير تلك منظومة حرق الأليو، وفي خلاف ذلك سيتم غلق جميع المعامل المخالفة. 6 أشهر إضافية من السموم لأهالي هذه المنطقة، بينما تنتشر معامل الطابوق البدائية في أماكن كثيرة أخرى من البلاد وتنقل المشكلات الصحية والبيئية إليها، والمتضررون هم دائما من مجاوري تلك المعامل الذين كان ذنبهم الوحيد عدم تمكنهم من الرحيل عن مناطقهم.